السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للحصة الرابعة، أقوم تعلماتي. درس العدد 100، درس الثاني لو نومبغ 100، المرجع في الرياضيات للمستوى الثاني. اليوم إن شاء الله غادي ناخدو الصفحة 16 من هذا الكتاب. إذن التمرين رقم 12، أحيط كل مبلغ يساوي 100 درهم، أحيط كل مبلغ يساوي 100 درهم. إذن سنعد 20 زائد 20 40، 40 50 60 70 80 90 91 92. إذن هذا المبلغ لا يساوي 100 درهم. الحالة الثانية 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. إذن هذا المبلغ يساوي 100. الحالة الثالثة 50 60 70 80 90 100. إذن هذا المبلغ كيساوي لنا 100. لاحظوا معايا 50 60 70 80 90 100. أكملوا كل شريط بالأعداد المناسبة. لاحظوا معايا الانتقال في هذا الشريط من خانة لخانة بعشرة، 50 60 70 80 90 100. هنا ننقص بخمسة، 75 80، عفوا كنزيدو بخمسة، كنعتذر، كنزيدو بخمسة، 75 80 85 90 95 100. كننتقلو من خانة لخانة بخمسة، 75 80 85 90 95 100. أصل العدد 100 بالبطاقات المناسبة. إذن عندنا مجموعة ديال المجاميع في كل بطاقة، وعندي البطاقة 100 غنوصل ليها المجموع المناسب. إذن 80 زائد 20 80 زائد 20 100، 40 زائد 60 40 زائد 60 60، كما كنقول لكم كل أصبع نعتبرو 10، 60 70 80 90 100. إذن 100. 40 زائد 50 50 زائد 40، عندي 50 60 70 80 90. إذا لا تساوي 100. 100 زائد 0 100، 70 زائد 20 70 80 90، 90 زائد 10 90 100. أكملوا من الشريط كما في المثال. لاحظوا معايا هنا العدد الذي قبل والعدد بعده، 96 97 98. إذن 98 العدد الذي يوجد بعده 99، ثم 100. هنا العدد قبل 80 هو 79، 79 80 81. 100 العدد قبل 100 99، قبل 99 98. 99 العدد الذي يوجد قبله هو 98، وبعده 100. 90 العدد قبل 90 هو 89، نعم 89 العدد بعد 90 91. ننتقل للتمرين رقم 16، أملأ الجدول. عندي مجموعة ديال الأعداد، سنحدد رقم وحدته وحدتها، عدد وحدتها، رقم عشرتها وعدد عشرتها. إذن 96 رقم وحداته هو 6، عدد وحداته هو 96، رقم عشراته 9، عدد عشراته 9. لدي 88، رقم وحداته 8، عدد وحداته 88، رقم عشراته 8، عدد عشراته 8. عندي 55، رقم وحداته 5، عدد وحداته 55، رقم عشراته 5، عدد عشراته 5. 73، رقم وحداته 3، عدد وحداته 73، رقم عشراته 7، عدد عشراته 7. 100 رقم وحداته 0،
عدد عشر وحداته 100، إذا 100 وحدة. رقم عشراته 0، عدد عشراته 10. إذا الحصة الخامسة، ألون البطاقات التي تمثل العدد 100. إذا سنلون البطاقات التي تمثل لنا العدد 100. عندي هنا هو العدد الذي يسبق 99، العدد الذي يسبق 99 والعدد الذي يسبق 99 98. عدد عشراته 9، خطأ. عدد عشراته 0. 80 زائد 10 90، زائد 5 95، زائد 5 100. نعم هذه البطاقة تمثل لنا 100. رقم مئاته 1، نعم رقم مئات العدد 100 هو 1. ثم أكيد لونه أفضل مني، هو العدد الذي يلي 99، صحيح هو العدد الذي يلي 99. هو أصغر عدد من 3 أرقام، أصغر عدد من 3 أرقام فعلا هو العدد 100. تمرين 18 والتمرين الأخير، أكمل سطر كل سطر بالأعداد المناسبة. نشوفوا باش كنتقلوا من مكان لمكان، يعني من عدد لعدد، واش كنتقلوا بواحد جوج خمسة أو عشرة. إذا 95 96 97، ننتقلوا فقط بواحد. 97 98 99 90 92 90 91 92. إذا ننتقل بإثنان، 92 94 95 96 96 97 98. أعتقد علي كتابة 100 أيضا هنا، إذا 99 100، 98 99 100. هنا 90، 85، 80. هنا ننقص بخمسة، 80، 75، 80، 79، 78، 77، 76، 75. كننقص بخمسة، 75، 70، 77، 69، 68، 67، 66، 65. ممتاز. هنا 190، إذا هنا ننقصه بعشرة. 190، 80، 70، 60، ثم 50. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.